الحقيقة الدنيا بقت خلاص يعني أجواء رمضان بتسيطر علينا من كافة الأنحاء، وده مش يعني حاجة محببة جدا للمصريين. المصريين دائما يستقبلون هذا الشهر الكريم بكل المراسم الخاصة سواء في البيوت أو في الشوارع. وأنا جاية كده وبسمع القناة الأولى، بسمع طبعا الأغاني الحلوة بتاعت شهر رمضان واللي اتعملت خصيصا. والغريب أن أنا لما رجعت للتواريخ لقيت أن الأغاني دي في معظمها تقريبا كانت في فترة الستينات، يعني كان في زخم كده في الكتابة وكان في حماس. فمثلا بنغني مثلا إحنا دايما نستقبل على صوت عبد المطلب أهلا رمضان أو رمضان جانا. أول ما تسمع رمضان جانا تعرف خلاص أن إيه، ثبت هلال شهر رمضان. وبعدين تبدأ بقى تسمع حاجات رمضان التانية الحلوة، بيجي مثلا في النص الأخير والله بدري بدري يا شهر الصيام، وهين تسمع برضو هاتوا الفوانيس محمد فوزي ده في نص رمضان أو في بداية رمضان بتبدأ تغنيها. صباح غنت حلو يا حلو في السكتش العظيم ما بين صباح وفؤاد المهندس اللي كله فعلا لايق على البيوت المصرية بشكل كبير. طقوس كثيرة جدا بتبقى موجودة والغنى بجد حلو. أنديل كمان غنى لرمضان. طبعا يعني احنا استمتعنا بالملحن العظيم سيد مكاوي في المسحراتي، عمل اكثر يعني حلقات عظيمه جدا المسحراتي كلها خاصه بالشهر الكريم. فهتلاقي كده في مكتبه رمضان مجموعه من الاغنيات مفيش احلى من كده، وكلها في استقبال الشهر الكريم. حتى هتلاقي تواشيح بقى، يعني النقشبندي، صوت النقشبندي اول ما تسمعه تعرف انه رمضان. مولاي يا مولاي اول ما تسمعها تحس كده بالروحانيات الجميلة. هو ده التميز اللي موجود حقيقي في مصر، وموجود كمان على الشاشات المصرية وعلى الراديو، فتحس انه في حالة كده جميلة. حتى صناع الفوانيس بدأوا يستخدموا نفس الأغاني ونفس الشخصيات، يعني هتلاقي كده في الشاشة شخصيات رمضان الكرتونية وشخصيات رمضان اللي اتعملت وأصبحت جزء من التراث حتى الحديث. يعني إذا كنا قدروا من الستينات أو السبعينات أو الثمانينات يعملوا تراث تاني فني، فبقى فيه تراث حديث. هتلاقي مثلا بوجي وطمطم، بكار. أنا النهاردة مثلا الحقيقة رحت معرض الورود اللي موجود في الأورمان، والحقيقة لقيتهم عاملين زي الملابس بتاعت بكار، حاجة جميلة وبديعة، الولاد بيلبسوها وحاجة حلوة. شايفين مثلا الطفلة الجميلة، كلها حاجات خاصة جدا برمضان. يعني ده شهر حبيب المصريين، والمصريين بيحبوا يحتفوا بيه جدا، وإن شاء الله كل الناس تبقى سعيدة بيه. نبدأ بقى لأول كده أخبارنا ونشوف ونكمل كلامنا برضو بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وتيسيرا على المواطنين، قررت شركة المترو منذ ساعات تشغيل خطوط المترو، مترو الأنفاق طبعا، الثلاثة طوال شهر رمضان، وده حتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، وحيكون الميعاد حتى الثانية صباحا، يعني لحد الساعة 2 الصبح بدلا من الساعة 1 صباحا هيبقى المترو شغال لحد 2 الصبح مع رفع حالة الطوارئ بالشهر الكريم. وهيبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5:30 صباحا، وده حاجة كويسة جدا لأنه احنا عارفين ان في ناس كتير بتبقى بتشتغل في أماكن مختلفة، وفي بيبقى شغل بعد الفطار، وفي فترة السحور، فأعتقد ده هيبقى ملائم جدا لكل الناس. زي ما أنتم شايفين المترو أهو حركته منتظمة وجميلة وبتساعد المواطنين. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل مع الأستاذ أحمد عيد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة عبد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم حضرتك وكل سادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على حضرتك وعلى أسرة، على الأسرة وعلى مصر كلها إن شاء الله ورمضان الإسلامية. وعلى حضرتك، حضرتك بتتكلم بسرعة المترو بالظبط، يعني واخد بنفس السرعة. طيب أستاذ أحمد، يعني يا ريت برضو نعرف من حضرتك هذا القرار وقد إيه فعلا إن ده هيتيح، وقول لنا الخدمة هتبقى لحد فين والإمتى، لحد الساعة 2 صباحا. والله يا فندم احنا عندنا الخط الاول من محطه حلوان حتى محطه مترو المرج الجديده، والخط الثاني من شبرا الخيمه لمحطه مترو المنيب. عندنا بدايه التشغيل الساعه 5:15 صباحا، دي بدايه التشغيل يوميا ان شاء الله 5:15 صباحا. نهايه التشغيل ان شاء الله الخط الاول من محطه حلوان هيكون الساعه، اخر قطار هيكون الساعه 12:30 صباحا، واخر قطار في محطه مترو المرج الجديده الساعه 12:30 صباحا، واخر قطار في محطه مترو المنيب ومحطه شبرا الخيمه
الساعة 12 ونص صباحا. تمام. طبعا حضرتك طبعا ده كده احنا كده زودنا ساعة بناء على تعليمات معالي الوزير سيادة الفريق كامل الوزير، تم زيادة ساعة في التشغيل في قطاعات الخط الأول والخط الثاني وأيضا الخط الثالث. وحضرتك طبعا احنا عندنا محطات تبادلية اللي هي محطة مترو أنور السادات ومحطة مترو العتبة. أنور السادات تبادلية مع الخط الأول مع الثاني، يعني احنا اللي جاي من الخط الأول سواء من حلوان أو من المرج وعاوز ينزل شبرا أو المنيب بيبدل في محطة مترو أنور السادات اللي هي محطة التحرير. القطر هيكون واقف له الساعة 1 صباحا. طيب أنا عشان برضو يعني الناس تفهم أكتر أسأل حضرتك، هل الرحلة الأخيرة هتكون الساعة 2 صباحا ولا قبل الساعة 2؟ لا قبل الساعة 2 يا فندم، زي ما قلت لحضرتك كده هو احنا آخر رحلة، زي ما قلت لحضرتك آخر رحلة في محطة مترو حلوان الساعة 12 وتلت بدل الساعة 11 وتلت، يعني كده آخر رحلة الساعة 11 وتلت خلينا الساعة 12 وتلت. تمام. يعني لو بقول الساعة 2 دي إن آخر قطر هيخزن وهينتهي تشغيل المترو الساعة 2 صباحا. يعني نقدر نقول 1:30 عشان الناس بس تبقى عارفه موعدها. بس احنا المواعيد لازم يعني الناس تبقى عندها علم بيها ان اخر قطر من محطه مترو حلوان الساعه 12 وتلت، لان في بعض الاعلام بيقول الساعه 2 فالناس بيروحوا المحطه الساعه 2 صباحا مفكرين ان اخر قطر يبقى الساعه 2. لا هو اخر قطر وصولا هيبقى 2، لكن خلينا نقول انه آخر يعني قطر من محطة يعني الناس في الامان يبقوا اخر حاجه يركبوا الساعه 1:30. تمام يا فندم، صح كده. تمام. هل في زياده في عدد القطارات بتاعه المترو؟ احنا عندنا يا فندم عدد الرحلات في الخط الاول والخط الثاني 1120 رحله، يعني الخط الاول عندنا حوالي 520 رحله على مدار اليوم. تمام. والخط الثاني 610 رحله على مدار اليوم، وطبعا في قطارات اضافيه احنا مجهزينها لامتصاص الزحام من اي محطه مزدحمه، يعني وقت الذروه الصباحيه أو الذروة المسائية لو في أي زحام في المحطات بندفع بقطارات إضافية فارغة من الركاب تماما لامتصاص التكدس أو الزحام داخل المحطات. تمام، ده مفهوم، لأنه هيبقى معروف يعني وقت الذروة تقدروا تعملوا ده والناس إن شاء الله توصل بأمان ويكون في يسر وسلام في الشهر الكريم. الأستاذ أحمد عبد الهادي بكير المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب زي ما احنا قلنا الشهر الجميل بدأ وخدماته بدأت، والحقيقة في تيسيرات كثيرة جدا على المواطنين، وإن شاء الله الدنيا تبقى جميلة وحلوة. النهاردة في لقاء الليلة في التاسعة كمان هناخدكم لحاجات كتير، عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة اللي هنتوقف عندها في كل فقرة، ولكن هيكون عندي فقرتين مهمين جدا. فقرة خاصة بذكرى العندليب عبد الحليم حافظ، ما زلنا نغني معه ونغني له منذ 45 عام بعد الرحيل. عبد الحليم هيكون هو الضيف اللي موجود في حياتنا واللي بنسعد احنا يعني دائما بننتظر هذا الشهر شهر مارس من كل عام علشان نجدد الاحتفاء والاحتفال بعبد الحليم حافظ. ضيفتي هتكون الزميلة المذيعة بسنت بكرمي مذيعة 90 90 اللي هتنورني بحاجات كتير جدا وهتسعده معاها، وهيكون عندنا ختام ايضا عن الدراما المصرية اللي هتستعد وان شاء الله تنطلق مع بداية الشهر الكريم، ونشوف مدى تأثير السوشيال ميديا ودخولها في مجال النقد نفسي. الناقدة دعاء حلمي هتنورنا وإن شاء الله هنتكلم معاها ونعرف حاجات كتيرة جدا. رمضان ساعات ونستقبل الشهر الكريم، وإحنا معاكم بنستقبل حاجات خاصة بهذا الشهر. كل عام وأنتم بخير. فصل قصير ونواصل معكم فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم. يعني خلينا كده نرجع نبدأ فقراتنا. أنا عايزة يعني أخدكم ونروح لحي العباسية، مش حي العباسية لأنه كحي ولكن لأنه هناك حفلة الحقيقة أقيمت في المترو الخاص بمحطة العباسية، وده بيرجعنا للتاريخ. حي العباسية ده من الأحياء العريقة القديمة في مصر تاريخا، وحي الحقيقة كان بيقدم فيه حفلات كثيرة جدا، يعني حتى تفتكروا الأفلام الأبيض والأسود القديمة كانوا يعملوا حفلات على كأنه يعملوا زي مدمار كده زي التلج، والناس يعني تتزحلق على التلج ويعملوا رقصات كده على التلج، ولكن الناس تبقى لابسة زي الباتيناج زي ما بنقول يعني، وده كنا بنشوفه في الحفلات. مصر فيها أحياء كتير كان فيها دايما فن كبير جدا. الحفلة دي بترجع لجيل جديد حفلات، وهي في مترو محطة العباسية، وتضمن فقرة عن العزف بالكمان، وأنا بحب قوي لما يبقى فيه حفلات عامة
ويبقى فيها يعني احتفاء بالموسيقى، ويبقى فيه عزف، مش لازم كله يبقى غنى، ولكن العزف كمان بيبقى الحقيقة فيه حالة جميلة. فالعزف بالكمان للفنان عمرو درويش، وإلى جانب يعني فقرة تانية وصلة غنائية عن الترانيم القبطية والتواشيح الإسلامية، وده اللي قدمها الفنان باسم وديع. باسم وديع عنده الحقيقة مجموعة من الأعمال اللطيفة، كان عنده حاجة برضو روحانية لطيفة جدا، أغنية اسمها مشتاق، وهي من الأغاني برضو اللي فيها روحانيات حلوة وجميلة. أنا بحب قوي الحفلات اللي بتبقى في المترو، لأنه المتردد على المترو بيبقى له كده لطبيعة شباب وناس عايزة برضو نوع من أنواع الفن الجميل المختلف. خلينا ناخد يعني شايفين زي ما انتم شايفين الصور اللي موجودة على الشاشة كلها كانت خاصة بالحفل، وده بيحصل على فكرة في العالم. بتلاقي بيقولك الفرق بتاعت الأندرجراوند والفرق كتيرة، ولكن دي فرقة الحقيقة لناس بيقدموا فن جميل ورائع. خلينا يعني الصورة كده لما تشوفها انت هتنسى ان ده المترو أصلا، انت هتحس كده بأنه المترو بقى قاعة مسرح أو حالة مسرحية بديعة، وبيحول المترو لحالة من البهجة. ما عادة اللي بيتردد على المترو يا إما حد عنده مشاوير أو بيتنقل من مكان لمكان، بيشتغل، طالب، موظف، أيا كان. بص الحالة قد إيه حلوة، بص الآلات الموسيقية حلوة، بص العود، بص الكمان. فالحقيقة في كده فكرة إن هو الفن يأتيني في أي مكان أنا موجود فيه، وأنا بحب هذه الحالة جدا. يعني كلما يعني كان في فنون تصل إلى المواطن في أي مكان، الفنون بنسميها الفنون المتنقلة السهلة، اللي هي ممكن تسمع موسيقى وانت في المترو، تسمع موسيقى مثلا في مكان مفتوح. زي زمان كانوا بيسموا حتى العباسية نفسها كان في حاجة اسمها أكشاك الموسيقى، يعني في الحدائق القديمة كان في أكشاك للموسيقى، فالناس كده ممكن يبقى نوع من أنواع كده أن الناس يبقى في أجواء كده لطيفة. خلينا كده في مداخلة نسمع صوت الفنان باسم وديع، ونعرف منه يعني مدى تأثير هذه الحفلة على الحضور أو المتنقلين بالمترو اللي توقفوا وحضروا هذه الحفلة الرائعة في محطة مترو العباسية. فنان باسم وديع، مساء الخير. مساء النور مدام شفت. مساء النور. مشتاق، أنا بحب لك الأغنية بتاعت مشتاق. شكرا، كتر خيرك. شكرا. طيب كلمني عن الحفلة، فكرة الحفلة جت ازاي؟ دي أول حفلة تبقى موجودة بهذا الشكل والآلات دي، وانت من المطربين اللي بتقدموا حالات روحانية كده لطيفة وغنى مريح. شكرا. مبدئيا الموضوع جاء من خلال دعوة لصديق فنان تشكيلي اسمه أستاذ سامح اسماعيل، وهو المسؤول الثقافي عن تنسيق الحفلات دي في مؤسسة اسمها مؤسسة أراك للفنون والثقافة. فجات الفكرة، فبصراحة أنا كنت مصار جدا بصراحة، لأنه أنا من خلال شغلي سافرت كتير برا مصر وشاركت في فعاليات كتير ومهرجانات دولية، فكنت طول الوقت بشوف الناس في الشوارع تلف في المترو، فكنت دايما بقول احنا ليه ما عندناش نفس الحاله دي، على الاقل هي بتهون شويه على الناس في وقت سفرها وتنقلها من مكان لمكان تاني. تمام. وبالفعل كانت الدعوه بجد مثيره، وانا تحمست جدا للموضوع، وده كان الموضوع كمان كان مرتبط كمان بالعباسيه. أنا الحقيقة مش بقدم الترانيم أو الغنى القبطي بشكل محدد. أنا شغلي مطرب ست الصعيد أصلا، ورحت القاهرة من تقريبا 96. تمام. كنت في فرقة الورشة المسرحية، فضلت كتير معاهم، فتعمقت وتعلمت كل ما هو عن الفلكلور المصري وفنون العرض المسرحي. فكان عندي الأغنية الشعبية والسير الهلالية والسير الشعبية المصرية. يعني انت اكتر كل الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتراث، يعني بالزبط. مرتبطة بالتراث. طيب انا برضو عايزة ارجع تاني للحفل
الجميل، وصورك وانت واقف فيها نوع من انواع الحماس، ويعني يمكن لو احنا ما نعرفش طبعا غير انها بتبين انها المترو. كلمني على الحضور، يعني الناس اللي موجودين هم كمان زي ما انت كفنان اول مره بتقدم ده في مصر في محطه مترو، هم كمان اول مره يشاركوا ويحضروا ده في محطه مترو، فكان التفاعل شكله ازاي؟ هو التفاعل كان شكله، انا منساش عيون الناس، الناس وهي بتسمع ومهتمة قوي، ناس كتير بتصور، أعمار مختلفة، حتى لما كنت بقدم الترنيمة ناس مهتمة تسمع، في بسمة كده، كان في تفاعل حلو. طيب يعني وجود حفلة، لأن أنت عارف دايما الحفلات يظبط الصوت ويتأكد ويطمن، أنت بقى موجود في المترو حيث صوت المترو أصوات الناس نازلة وطالعة، يعني في أصوات أصلا زي ما بنقول بروي جاهز، يعني دوجة جاهزة بجانب الحفلة، هل ده أثر ولا ده كان جزء من أنه أنتوا موجودين في قلب حدث؟ يعني هو الحقيقة، بس يعني أنا عايز يعني أشكر مؤسسة أراك اللي هي بتشتغل مع إدارة خط المترو الثالث، لأن هو كان في الشكل الحفلة كان في احترافية شوية. طبعا الحركة والبروي بتاع المكان والناس اللي بتتحرك في شوية تأثير، بس الحقيقة هم كانوا مجهزين الموضوع بشكل احترافي شديد، انه في اجهزة صوت. جميل. الحاجة الأخيرة برضو، يعني يمكن نرجع بالصورة، استأذن زمايلي الأعزاء، الصورة اللي فيها العود وراك، يعني صوت العود ده صوت شجن، عايز استماع. هل ده كان واصل برضو الآلات كده معاك، كان واصل صوت العود في وسط الزحام وكده وعمل أجواء؟ لأنه أنا شايفة إن في آلات كتير موجودة وده شيء جميل يعني. صدقيني نصي، انا عايز اقول لك على حاجه، احنا شعب طبعه، انا بقول شعب جميل، يعني شعب بيعرف لما بتديه حاجه جديده بيستوعبها بسرعه شديده، ويبقى يعني مشتاق انه يسمع ومهتم. بالنسبه له الفنان اللي واقف ده حاجه يعني بيديه شويه القيمه اللي هو موجود عليها بجد. يعني احنا شعب عنده شغف للمزيكا في وسط، حتى في وسط كل زحمة الحياة طبعا والتعب طبعا. والتنقل، هي المزيكا هي السند في زحمة الحياة، هي الطبطبة بجد على الناس. طبعا طبعا بجد. فكان في حالة كده، ما انه لان انا كان معايا آلات مختلفة، آلات مصرية مختلفة، كان معايا الأرغول المصري. الله. وهو مش كتير بيتسمع برضه في طبعًا اجواء طبعًا. شبه الاجواء اللي احنا وآلة مصرية بديعة. آلة بديعة أصيلة مصرية، كان معايا ربابة، كان معايا كل آلات الكولة مثلا. الله. فكل كل الآلات دي جاية من قلب البلد، يعني فاهمة، أكيد. من أصل البلد. يعني أنا أكيد بأحييك على هذه الحفلة وعلى المنظمين، وأكيد الناس استمتعت، وأكيد تجربة إن شاء الله نشوفها في محطات أخرى للمترو، إذا كنا حنغني ونسمع عود ونسمع ربابة ونسمع كولة ونسمع كمان، فأهلا بكل أنواع الموسيقى. بشكرك جدا الفنان باسم وديع، وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تكون حفلات دي بجد قد إيه تقدر كده تدي للناس طاقة. يعني تخيل أنت خارج من الشغل وبعدين فجأة بتنزل بتلاقي المزيكا والموسيقى الحلوة دي، أكيد مودك هيتغير وإحساسك يتغير وحاجات كتير قوي، هتلاقي نفسك مروح بمود تاني خالص. فدي من الحفلات اللي اكيد بتبقى يعني حريصين على تقديمها، واستخدام ايضا المترو مش بس كوسيله انتقال، ولكنها تبقى وسيله انتقال للمواطن، وفيها جزء من المتعه، يعني استخدام المتعه ايضا هنا ده ايضا شيء جميل. طيب تعالوا بقى نروح، بما اننا برضو بنتكلم النهارده عن حاجات كثيره تخص الشهر الكريم، اعتقد الخبر اللي جاي ده يسعد ناس كتيرة جدا. اليوم تفقد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة سير أعمال التطوير العظيمة اللي بتتم بمسجد الإمام الحسين، واللي بتعد يعني نقلة حضارية ليس فقط للمسجد وحده، ولكن للساحة المحيطة والمنطقة بأكملها. شوفوا الصورة تتحدث
عن نفسها، أنا يعني قد إيه بحب هذا المسجد الجميل، إذا كان الواحد يصلي داخل المسجد أو حتى يتفقده من الخارج أو يقرأ الفاتحة حتى في رحاب هذا المسجد الكريم. الحقيقة توجه وزير الأوقاف بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت وتوجيه سيادته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام حسين ليكون جاهزا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل. وهنا هو ده الخبر بأنه مسجد الحسين إن شاء الله هيكون فيه الشعائر الخاصة بالشهر الكريم، وده يعني فيه الحقيقة إحساس رائع جدا وهنبقى مبسوطين قوي بيه، لأنه يعني زي ما بنقول احنا المصريين بلهجتنا كده الحلوة سيدنا الحسين، يعني سيدنا الحسين كده يعني أجواءه حلوة، حتى نقل الصلاة سواء صلاة الجمعة أو صلاة الفجر بيبقى فيه أجواء الحقيقة، والناس بتبقى سعيدة جدا سواء الحاضرين في مسجد الحسين أو في الرحاب أو في المنطقة كلها أو الناس اللي بتشاهد ده على الهواء، الناس بتحس بجد بهذه الروحانيات الحلوة اللي موجودة. وسيد الرئيس بنفسه مهتم الحقيقة بترميم وإعادة من يعني المنطقة وأيضا كل مساجد آل البيت بشكل جميل، إنها تعود بما تليق به وأيضا تليق بكونها وبالحضارة وبالتاريخ وأيضا بالقدسية بتاعتها. خلونا ناخد هذا الاتصال مع الأستاذ عبد الغني هادي عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين ونمسي عليه ونقول له مساء الخيرات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني الحقيقه خبر يسعدنا جميعا باننا يعني هنشارك وهنشاهد كل الشعائر من مسجد الحسين باذن الله. هو في الحقيقه انا يعني بشكر حضرتك على هذه المداخله، بنهني طبعا حضرتك وكل الساده المشاهدين بقرب شهر رمضان الكريم الذي يعني ياتي هذا العام بهذه البشرى الكبيره جدا، وانا اعتقد انها من اعظم احتفاليات دخولنا لهذا الشهر الكريم أن يكون عبر إعادة تطوير وترميم وتحديث مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولكن في الحقيقة فرصة يعني في هذا الصدد الكريم والمناسبة الجليلة نحن نوضح بعض الأمور اللي تم تداولها فيما يتعلق بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه خطأ، والدولة المصرية والهيئة الهندسية اللي كانت مسؤولة عن المسجد ردت بشكل عملي على كل هذه التجاوزات في الحقيقة. أكيد. أولا مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه مش بس تم ترميمه في ال 18 يوم اللي الناس قالت إن طلع قرار إن المسجد هيبقى مش موجود في رمضان، هذا أمر غير حقيقي. الأعمال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في المقام في أكثر من عام، وفي خارج المسجد وفي سقف المسجد وفي جدران المسجد أكثر من 5 شهور يتم الأعمال خارج المسجد، ولكن كانت الأعمال تتم بخارج المسجد وأمام المسجد وفي الجهات المجاورة للمسجد بدون أن يغلق المسجد وكانت تقام فيه الصلوات. تمام. المرحلة ال 18 يوم فقط هي المرحلة اللي تم إغلاق المسجد لأن الأعمال كانت في صحن المسجد. أيوة، فمش هينفع يكون في صلاة في الصحن وأنتم بتعملوا كل التجديدات. بالظبط، فما كانش ينفع ان يبقى فيه اعمال وصحن المسجد ده طبعا كان يبقى فيه خطوره على الناس، وفي نفس الوقت ما كانش يبقى فيه تمكين خصوصا ان الارضيه كان بتاعه المسجد داخله في التطوير، السقف بتاع المسجد الاعمده والحيطان الداخليه الموجوده في المسجد، ده امر في الحقيقه لازم نوضحه لانه لم ياخذ يعني حقه والكثير جدا من الاقلام المغلظه وبعض التيارات الغير منتميه للوطن. أكيد. أنا عايز أقول لحضرتك وأطمنك، أنا عارفة طبعا أستاذ عبد الغني قد إيه الناس بتتكلم كتير عموما، بس إحنا في الآخر الصورة هي خير دليل، فالصورة الآن على الشاشة بتقول وبترصد كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها، التطوير في الخارج والداخل. السؤال اللي هيهم كل الناس، هنصلي إن شاء الله التراويح إذا ثبتت الرؤية غدا بإذن الله، هنصلي التراويح في مسجد الإمام الحسين؟ إن شاء الله رب العالمين أول تراويح ستصلى في المسجد، وطبعا غدا الجمعة أول جمعة في رمضان اللي هي الجمعة بعد القادمة إن شاء الله رب العالمين ستصلى في مسجد الإمام الحسين. وأنا يمكن من أول ما تم البيان اللي صدر بالنسبة للعمل في المسجد، أنا دي فرصة كبيرة جدا أن نشكر وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة لكل من كان سببا في هذا العمل بإتمامه. أكيد. على هذا الوجه الوطني
الذي أكيد. كان يؤثر وسيدنا الحسين أنا أقول لحضرتك إحصائية بسيطة جدا، في الطبيعي أن في الشهر بيدخل هذه المنطقة في سيدنا الحسين 2 مليون مصري وغير مصريين، في وقت شهر رمضان يدخل هذه المنطقة ما يربو عن 16 مليون مصري وغير مصريين في منطقة الإمام الحسين طبعا. لذلك كانت القلوب متعلقة بأن يتم الصلاة في هذا المسجد والحضور الاحتفالات التي تقام في شهر رمضان، وهو نسك من النسك الذي اعتاد عليه المصريين، بل وأقول وزوار من العديد جدا من الدول كانوا يزورون مصر في هذا الوقت، كان هذا معلم مهم جدا. لذلك نحن نشكر وندعو الله سبحانه وتعالى لكل من كان سببا سرعة إنجاز العمل وعودة هذا أكيد. المسجد للعمل مرة أخرى في رمضان، ندعو الله سبحانه وتعالى له بموفور الصحة والعافية أكيد. وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا البلد، وهذا أكبر دليل وطني على هذا المشروع، هذا مشروعا قوميا بامتياز أكيد. وإحنا الحقيقة سعداء بهذا المشروع، لأنه المصريين مش بس بيحبوا آل البيت، لكن كمان يعني بيحبوا إن هم يبقوا متواجدين ودايما يعتنوا بهذه الأماكن المقدسة اللي موجودة عندنا في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني هادي، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، وبنؤكد على حضراتكم إن شاء الله لو ثبتت الرؤية بإذن الله غدا ستكون أول تراويح نصليها بإذن الله في مسجد الحسين، ويعود المصلين وكل الناس تقدر تدخل المسجد، وأكيد هيلمسوا كل التجديدات والتطوير وإزاي المسجد هيعود بشكله الجميل، وهو مسجد جميل في التكوين أصلا، ولكن التطوير والتجديد أكيد سيزيده جمالا ورونقا وروحانية، وإن شاء الله الناس تسعد بيه وإحنا كمان سعداء بيه. طيب تعالوا بقى نروح كمان لخبر مع الكورة. احنا عارفين انه بعد مباراة السنغال الأخيرة وخروج المنتخب المصري من سباق المونديال، أحداث كثيرة الحقيقة وأخبار كثيرة متسارعة حصلت سواء في اتحاد الكورة أو في المنتخب أو حتى في الشارع، لكن أبرز الحقيقة هذه الأخبار اللي حصلت في المنتخب نفسه وردود الأفعال اللي حصلت بالضبط. في طبعا حالة من الحزن الشديد اللي ظهرت على الجميع من يعني أكثر من واحد، وإحنا كلنا عارفين يعني تقديم ازاي تم تقديم كل الخدمات علشان يعني يكون في امل انه المصريين ياخدوا يعني او يعني يتاهلوا لكاس العالم، لكن يعني لم تشا يعني لم يشا الحظ ان احنا نبقى موجودين. كمان احنا عارفين انه يعني مدير المنتخب كابتن كروش او يعني مدرب المنتخب اللي تقدم باستقالته، يا ترى الموقف هيبقى عامل ازاي، والناس بتتابع طبعا الموقف ممكن يبقى عامل ازاي، وهيبقى هل هو هيكمل الطريق، هل هيتوقف الطريق هنا. وإن كان يعني أنا عايزة أقول لحضراتكم أن ناس كتير تقول على قد ما خسرنا على قد ما كسبنا حاجات كتير. كسبنا أنه إحنا بقينا نروح المدرجات بشكل جديد وباحتراف شديد جداً، وكسبنا ان احنا يبقى عندنا هذا التنظيم اللي شفناه واللي اشادوا بيه في العالم، تنظيم راقي، جمهور راقي، احنا كسبنا كل ده. يعني اذا مصر دائما جاهزه لاستقبال اي حدث رياضي من حيث الجمهور او التنظيم، فده مكسب كبير اعتقد كمان كسبناه. مش كل الموضوع في خساره، في مكسب احنا حققناه، لكن ان شاء الله نحاول باذن الله انه الموقف الرياضي يتحسن باذن الله. خلينا نروح للناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. في البدايه كل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، وان شاء الله دايما في محبه وفي خير وفي سلام وفي افضل حال. طيب انا هسالك سريعا، بعد الخساره امام السنغال مستقبل كيروش ايه؟ كيروش حتى الان في تمسك داخل الاتحاد المصري لكره القدم بتواجد كيروش على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر وتوقيع عقد جديد. ما يحدث الان ان في وفد في قطر في كونجرس الفيفا مشارك برئاسه الاستاذ جمال علام وعضويه الحاج عامر حسين والكابتن حازم امام، ومعاهم المدير التنفيذي الدكتور وليد العطار. عقب حضور الوفد من قطر سيتم عقد اجتماع داخل الاتحاد المصري لكره القدم للتصويت على قرار بقاء كيروش، وان كانت المعلومات التي لدي والتي كتبتها من السنغال عقب سفاره النهايه
عقب التقائي بعديد من اعضاء اتحاد الكوره ورئيس اتحاد الكوره اكدوا ان كيروش من المنتظر الافضل والاقرب ان يستمر، وهي التصريحات اللي توافقت مع تصريحات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو قال اننا بدعم الاستقرار وعندنا جهاز فني محترم ومنتخب شاب لسه قادر على العطاء والمنافسه في المستقبل. ما اعلمه كمان ان كيروش حتى الان هو شخصيا لم يحسم قراره سواء بالبقاء او الرحيل، هو شايف ان عقده انتهى او فرصه التاهل خلاص مش موجوده وراحت، وبالتالي عليه ان يدور على فرصه ثانيه اذا لم يتمسك الاتحاد المصري ببقائه. يعني بالبلدي الراجل لسه ما قررش هو هيستنى لسه ما قررش هو. طيب بالنسبه لو تم، يعني خلينا لو تم انه بقاء كيروش في يعني في اداره المنتخب كمدرب للمنتخب، هل هيتقاضى العقد هيبقى نفس هو العقد ولا هيكون في شكل جديد للعقد؟ انا شفتي هو عقد كيروش بالنسبه لاسمه وبالنسبه للسيره الذاتيه بتاعته هو مش كبير بالنسبه لسوق المدربين. ثاني حاجه، كيروش لو استمر هيبقى في تغييرات في الجهاز الفني المصري المعاون. احنا عارفين ان الكابتن وائل جمعه اعلن استقالته ورحيله عن منتخب مصر، لكن في عنصر او عنصرين على الاقل من الجهاز الفني المصري لن يتواجدا مع كيروش في الايام المقبله، وده كان من المفترض ان يتم من بدري بناء على توصيه كيروش، لكن ظروف التوقيت وضغط الماتشات والاحداث منع كيروش من احداث. طيب بس انا هقول لك برضو سؤال يتردد في الشارع المصري، بانه يعني 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 كان مفروض انه وده يعني كيروش كان يعني بيقول انا جاي عشان اوصل المنتخب لكاس العالم، واذا ده ما حصلش هل هيبقى نفس العقد ولا ممكن العقد صحيح حتى انت بتقول ان العقد قليل بس هو ما قدمش الشيء المطلوب منه؟ والله هو موضوع التعاقدات الماديه ده بيرجع الى حرفيه وشطاره المتفاوض، يعني الاتحاد المصري لكرة القدم يعني حضرتك بتحط الكرة في أمام اتحاد الكرة، يعني هم اللي يقدروا يحددوا ده معاه بالظبط كده. لكن أنا كنت متوقع أن حضرتك تسألني السؤال الأهم، ما يتردد عن إعادة مباراة مصر والسنغال؟ معلش أسمع السؤال تاني. ما يتردد عن انباء اعاده مصر؟ طبعا طبعا انباء الاعاده، وانا عارفه انه حتى اوروبا نفسها بقت مهتمه، يعني شفنا الصحافه الاجنبيه كلها وحتى وشوش اللعيبه وصلاح وغيره وزيزو وغيرهم والليزر والشغب وكل، هل في اي اخبار عن ده؟ هل في اهتمام حقيقي من الفيفا؟ بصي، الخطوه الاولى عملها الاتحاد المصري لكره القدم ان هو بعت امبارح ملف مدعوم بالصور والفيديوهات الى الاتحاد الدولي لكره القدم والاتحاد الافريقي لكره القدم، وتم الرد عليهم بانه تم استقبال الشكوى المصريه. النهارده في قطر في الكونجرس التقى الاستاذ جمال علام والرد المصري مع جيان انفنتينو ورئيس الاتحاد الدولي على هامش الكونجرس، والتقوا مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، شرحوا له الوضع شفهيا، وهم وعدوهم ان الامر هيحال الى لجنه الانضباط. لازم نعرف الناس ان المباراه يا استاذ شفكي لن تعاد الا اذا ادان تقرير حكم ومراقب المباراه الاحداث وطلب باعادتها. وما اعلمه ان طب يعني انا معاك جدا كابتن. طيب اتفضل. وما اعلمه ان الشكوى والفيديوهات والحاجات دي كلها هتوصل السنغال الى عقوبات ماليه وإدارية، يعني غرامة مادية من الآخر وعقوبات بمباريات بدون جمهور أو نقل مباريات إلى ملعب آخر. ده ما أعلمه من مصادر خاصة. طيب يعني هي كلامك المصري كاملا. تمام، يعني كلام حضرتك بيؤكد أنه يعني قد ننتهي بعد كل ده، وبعد أن هم حتى الحكم ما كانش بيبص على الفار، يعني حتى ما كانش بيبص على حكام الفار. طيب يعني هل احنا هنصل في النهايه بعد كل ده ان ممكن يبقى في مجرد عقوبات على المنتخب السنغالي او الكره السنغاليه بانه لا يبقى في جمهور او عقوبات ماليه، لكن خلاص النتيجه تم تسجيلها والسنغال هي التي تاهلت وصعب او استحاله انه تعاد المباراه؟ للاسف كلام حضرتك صح، ما سيتم مع السنغال عقوبات اداريه وغرامات ماليه فقط لا غير، ومحدش يقول غير كده.
عشان احنا مش هنضحك على الناس ونجمل الصوره. طب عارف ليه بقى؟ هو ده عشان كده انا ما سالتكش السؤال ده، لانه المصريين الحقيقه يعني قبل كده حصلت حاجات وبعتوا حاجات وما حصلش اي اهتمام من الفيفا، فيمكن الخبر ده بالنسبه لهم خلاص هم تقبلوا النتيجه، وبالتالي اعتقد ان ناس كتير قلبت الصفحه. والله يا مدام شفكي انا بقول الكلام ده لان بعض الناس لسه بينضحك عليهم، يعني ضحيه عندها امل بعض الاخبار وبعض التصريحات، تصريحات فرد العضلات اللي من جانبها يعني بتدي الناس امل وبعد كده بتجيبهم على ما فيش. اكيد احنا بنقول ان في الاول وفي الاخر اول حاجه لازم نشكر كل مؤسسات الدوله العظيمه اللي وقفت جنب منتخب مصر. طبعا لازم نشكر كل الناس اللي ساعدت منتخب مصر، وهي في النتيجه في النهايه هي كره قدم، لكن الدوله لم تقصر نهائيا، والدوله المصريه ساندت كروش ومنتخب مصر، شركة برزنتيشن، شركة تذكرتي، شركة السداد، كل الجماهير المصرية ووسائل الإعلام المصرية كانت خايفة في منتخب مصر، لكن هي كرة قدم في النهاية. أكيد أنا بشكرك جدا الناقد الرياضي أحمد درويش، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما سمعته أنا دايما ببص لما كلنا كنا متضايقين والواحد كان عنده كده ضيق وحزن، لكن بعد شوية لما تفكر وتقول طيب أنا خسرت قد إيه وكسبت قد إيه، لا هتلاقي إن عندك مكاسب كتيرة. أنت ما كانش عندك جمهور، أنت ما كانش عندك هذه الخدمة الراقية اللي موجودة في الاستاد، يعني ما كانش عندك فكرة إن الأسرة المصرية تعود وتشاهد مباريات لكرة القدم، الأب والأم وولاده، وهذا الشكل الرائع اللي كان موجود في الاستاد، دي فكرة رائعة. وفكرة ان انت تبقى وراء المنتخب بتاعك وبتحاول، ما احنا كمان بنبني وبنعمر في كل حاجة، حتى منظومة الكرة فيها بنى وتعمير، هي لسه ما انتهتش، يعني انت بتظبط الاستاد، بتظبط مدينة رياضية، بتظبط اتحاد، بتجيب مدرب جديد، بتطلع اجيال جديدة. ما شفنا ان احنا عندنا كذا لاعب الحقيقة تميزوا جدا، رغم كل ده احنا ما رحناش كاس العالم، بس عندنا لعيبة متميزين وبذلوا مجهود وأسماءهم الحقيقة يعني تم الإشادة بها. إذن عندنا مكاسب كتير، الخسارة بتعلمنا في وقت الأزمات إن احنا نتعلم علشان نقدر نبقى أحسن وأفضل. فنقفل بقى شوية الملف ده وإن شاء الله يرجع لنا كده أقوى وأفضل. هروح بقى للدراما، لأنه الحقيقة ملف الدراما هو يعني الأكثر انتظارا يعني في الأيام المقبلة. الشهر الكريم المصريين بيحتفوا فيه بالفن، كمان بيبقى عندنا كده التورته الدراميه، الاعمال الدراميه والنجوم بتوعنا الجمال اللي بينورونا، فبيبقى عندنا الحقيقه كده يعني استقبال جميل لموضوعات دراميه. عندنا نجم كلنا بنحبه بننتظره وقدم اعمال كتير ونقدر نقول عليه مش بس فنان كبير ولكنه ممثل عتويل، يعني لما بيعمل دور بيبقى قد الدور، ولما بيعمل مشهد بتحس انه قدم المشهد كما ينبغي، ولما بيقدم بيبقى موجود في مسلسل بيبقى دوره دايما مهم. بعد غياب استمر 12 عام يعود الفنان الكبير توفيق عبد الحميد. اهلا وسهلا وخليني ارحب بيه. مساء الخير يا نجم. مساء الفل على عيونك، انت وحشاني جدا. انت كمان. واخر لقاء كان بيننا ممكن تكون انت ناسياه، كنا في ضيافتك انا والدكتور يحيى الرخاوي طبعا واستاذ ابراهيم حجازي طبعا طبعا والفنانه سميه الالفي ربنا يشفيها ويعافيها طبعا يعني. ده كان في القصر طبعا طبعا كان في رمضان على فكره برضو يعني بالظبط كده طبعا. اولا انا سعيده طبعًا. عودتك يعني فيها ريحه رمضان، فيها كده الاحتراف، وفيها يعني المشاهد كلها بتتكلم اهو، انت يعني عائد في مسلسل يوترن. كلمني بقى عن العوده وعن المسلسل. والله يعني ايه، انا توقفت وبعدين اللي حصل ان كان بيتعرض عليا في السنين اللي فاتت دي حاجات ما يعني ما صدفتش رضا او قبول عندي قوي، لحد السنه دي بقى لقيت جمال عدل المنتج صديقي وكلمني، وبعدين أيمن سلامة المؤلف، وبعدين ريهام حجاج وسامح عبد العزيز، فقلت ممكن يكون هي دي اللحظة، وما كانش لسه العمل اكتملت كتابته، لكن اللي اتقال لي كان يبشر بالرضا يعني أو بالقبول، فتوكلت على الله وقلت يمكن هي دي
تكون اللحظه المناسبه ان انا ارجع ان شاء الله. واكيد كلنا هنتابع. انت اولا منورنا على شاشه الاولى يعني، فان شاء الله هتبقى مسلسل اكيد هنتابعه، هيبقى لنا هنا في التاسعه مناقشات كثيره جدا عن الدراما ان شاء الله في يعني في رمضان. كلمني بقى عن الدور، يعني الشخصيه اللي انت بتعملها في يوتيوب. هو دور طبيب ناجح وعنده مستشفى خاص وعنده قيم، يعني الطب بالنسبة له رسالة إنسانية أكتر منها مجال التربح يعني. متجوز من الفنانة صفاء الطوخي وعندي بنت وولد، البنت ريهام حجاج والولد محمود حجازي. و طبعا في بقى في صراعات وفي تشابكات في المسلسل. لا هو مسلسل اجتماعي وبيتعرض للبيت المصري بهمومه بمشاكله بافراحه باحزانه كده يعني. انتوا خلصتوا تصوير استاذ توفيق ولا لسه؟ احنا لسه يعني ممكن نستمر ما بين 10 ايام او 15 يوم من رمضان. يعني انتوا لسه لحد منتصف رمضان عندكم شغل؟ لا لسه. الكواليس اخبارها ايه؟ احساسك بقى وانت بتعود لعمل من جديد ودور طبيب مهم وانك هتبقى موجود على المائده الدراميه في رمضان. والله لا اخفيك سرا، انا في حاله قلق. أيوة. ورعب من ان انت ترجع للناس بعد 12 سنة وهم محتفين بيك او حابينك وعايزينك. بس انا شايفاك في المشاهد، حتى نعيدها تاني، شايفاك في المشاهد يعني عود حميد، يعني انت توفيق عبد الحميد كما انت، يعني بمنتهى القوة بالاداء بالملامح يعني وكأن السنين يعني لم تكن. حبيبي ربنا يبارك فيك ويحميك، تسلمي ويسلم زوجك، ده من كرم اخلاقك. انا اتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن ونلقى القبول من المشاهدين ونعمل حاجه تحترم عقلهم ووجدانهم ويبقوا مبسوطين بيها. يعني احنا بنجتهد كلنا ان احنا نعمل ده بقى في حاله حلوه في مجموعه العمل او فريق العمل بقياده سامح عبد العزيز مخرج موهوب طبعا طبعا، وكتابه ايمن سلامه وبطوله ريهام، ومعانا بقى مجموعه كبيره وريهام حجاج، صفاء الطوخي، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، نورهان، عماد رشاد. والله خايف انسى حد. لا مش هتنسى بس يعني. انا شايفه كمان انه في مشاهد اكشن شويه، يعني واضح ان هو في حاجات يعني مفاجآت كثيره في العمل يعني. هو عامل 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 خلطه حلوه. ايمن سلامه ممكن تعمل نوع من التشويق وتخلي المشاهد مشدود للاحداث ويتابع يعني، وهو شاطر في الحته دي، عارف يعملها بشطاره وبمهاره اكيد. ربنا كريم يعني، اتمنى ان دعواتك يعني ودعواتك. اكيد اكيد ان شاء الله بالتوفيق. وريهام حجاج بتعود برضو بعمل اكيد ان شاء الله يبقى عمل جميل. وكلكم انت كمان يعني عندك معاك عتاوله يعني صفاء الطوخي وعبير صبري وعماد رشاد، يعني ان شاء الله تقدروا تعملوا حاجه حلوه ينتظرها الناس. الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها لجمهورك في رمضان. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويعني بعد اذنكم أتشرف ويسعدني أن أنا أكون ضيف عليكم في شهر رمضان الكريم، وأتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف وأقدم ما يلقى القبول والرضا عندكم. أكيد أنت عارف أنا بكلمك منين، من استوديو 10، فأكيد أنت عملت أعمال كتير في استوديو 10. يا 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 فيعني صوتك موجود في استوديو 10 دلوقتي. إيه آخر عمل قدمته في استوديو 10؟ انا عملت صورت في حاجات كتير. استوديو 10 ده كان من اهم الاستوديوهات طبعا، هو ما زال ودايما يعني دايما عامر بحسكم وحس كل فريق العمل اللي معاكي وكل
الناس اللي شغاله في التلفزيون المصري العظيم العريق. ان شاء الله، يعني بقول لك كل سنه وانت طيب، مبروك العوده، ولينا كلام تاني ولقاءات تانية، لينا يوترن تاني لما يبدا العمل في رمضان. اسلام ويسلم ذوقك، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب. انت كل يوم يا رب. وانت طيب. الفنان توفيق عبد الحميد يعود في رمضان من خلال مسلسل يوترن اللي هيذاع على شاشه القناه الاولى ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. زي ما شفتوا الفن كده جميل، وببقى سعيده لما نجوم كبار، يعني بيحصل توقف، ده شيء طبيعي، يعني احيانا ما بيبقاش في ورق مناسب، احيانا الظروف بتحصل، احيانا ما بيبقاش في اعمال تناسب، لان الفنان بعد فتره لما بيوصل من الخبره ومن العمر ما بيقدرش يعمل اي حاجه، بيبقى عايز يعمل حاجه معينه مختلفه عن ما قدمه في مسيرته او مشواره. بعد فاصل هنروح للعندليب، هنغني، هنبتدي منين الحكايه؟ حكايه عبد الحليم لم تنتهي، الحكاية اللي بدأت منذ ميلاد العندليب في قرية الحلوات لم تنتهي، حتى وإن كانت انتهت في لندن، ولكن ما زال العندليب يغني وما زلنا نغني مع العندليب. في ضيافتي هتكون الزميلة المذيعة بسنت بكر، المذيعة في 90 90. بسنت مش فقط مذيعة، ولكن أقدر أقول عليها باحثة في عالم الفن والموسيقى. مع العندليب هنعيش وتعيشوا معانا أحلى ذكرى. كونوا معنا بعد فاصل قصير مع العندليب. أي دمعة حزن، لا لا لا، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. إيه الغنى الحلو ده؟ إيه اللي عمله عبد الحليم فينا وفي الأغنية؟ إيه الحالة اللي احنا عايشينها معاه؟ يعني إزاي بنحتفل بالذكرى رقم 45؟ توفى العندليب عن عمر 47 عام، فتخيلوا أن الذكرى قربت تقارب عمر اللي عاش وأنتج فيه كل هذه الأغاني والمشوار، وإحنا جيل ورا جيل بنغني حليم. الذكرى زي ما قال الفيلم التسجيلي اللي عملوه الزملاء الأعزاء هنا، بيقول أن إحنا بجد هو مارس الحزين. لا، هو مش حزين. هاخد من العندليب أي دمعة حزن لا، وهقول نبتدي منين الحكاية. حكاية حليم اللي احنا دايما كل سنة بنسمع حكايات جديدة وقصص مختلفة وتحليل ورؤية. هو أسطورة، أسطورة كبيرة، سر استمر حتى الآن، والسر مازال فيه حكايات كثيرة. ناس كتير بتيجي وبتروح وبتقول كلام كتير، بنبحث في الأغنية، بنبحث في المقام، بنبحث حتى في اللحن، في الغنى الوطني، في الأغنية العاطفية، في الأغنية القصيرة، في الأغنية الطويلة. حليم أسطورة ما بين الغنى والفن، وحتى دراسته في الموسيقى كمان أفادت كتير. مع العندليب ضيفتي الإذاعية الزميلة العزيزة بسنت بكر، مذيعة الراديو 90 90. هي مش بس مذيعة، ولكن الحقيقة لما تستمع لبسنت في الراديو تعرف إن هي باحثة متعمقة وأيضا مستمتعة. مع بسنت، أهلا بيك يا بسنت. أهلا شفكي، إزيك؟ يعني طبعا لازم أقول لكل مشاهدينا، بسنت بالنسبة لي مش مجرد زميلة، ولكن في بيني وبينها مشوار عمر جميل. صحيح صحيح. ولكن هي دلوقتي زميلة في الإذاعة. أهلا بيك يا حبيبتي. إيه الأسرار العظيمة للعندليب بعد مرور 45 عام؟ ولو مر 95 سنة هيفضل عبد الحليم ليجند. يعني هو أسطورة بيمتلك كل مواصفات الأسطورة، والأسباب كتير. يعني لو حد جه قال لك مثلا أصل ذكاء عبد الحليم، أصل أجندة عبد الحليم وعلاقاته المختلفة، لا 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 لا، المسألة مش هنا خالص. عبد الحليم نقطة، ثم عبد الحليم، ثم نقطة، ثم أي حد تاني. طيب تعالي نفصص المسائل يا بسنت. يعني لو نرجع كده لعبد الحليم اللي دخل معهد الموسيقى العربية، أولا هو من الكتاب في الحلوات، وبعدين بدأت الموهبة في المدرسة، فكان ياخدوه في المدرسة يعمل الأناشيد والحاجات دي. صحيح. وبعدين عبد الحليم راح معهد الموسيقى العربية. تصوري أنا وقفت عند حاجة غريبة جدا، عبد الحليم يدخل قسم التلحين، وكمال الطويل يدخل قسم الغناء، واول اغنيه غنيها حليم يكون مع
كمال الطويل. صحيح. يعني حاجة غريبة مش كده؟ أيوة صح. يعني أنت لما ترجعي للبدايات خالص لبدايات عبد الحليم ما تقدريش تقولي إنه عبد الحليم بدأ لوحده، هو بدأ بمجموعة من الشعراء والملحنين. شباب صغير عندهم يعني عايزين يجددوا في المزيكا. كان عبد الوهاب طبعا بدأ قبل كده بالتغيير والتطوير، هم كملوا عملوا ثورة في الموسيقى. كمال الطويل مع عبد الحليم، مع بليغ، مع الموجي، مع حمزة، هم كانوا مجموعة قرروا ان هم ياخدوا الغنوة في حتة تانية في بداية الخمسينيات. لكن النقطة بتاعت كمال الطويل، انت تشوفي مدى الصداقة اللي هو انه وفكرة الإيثار، ان كمال الطويل يبقى في يفضل عبد الحليم على نفسه علشان يغني. كانت قصيدة لقاء. وبعدين عمل له على قد الشوق طبعا. طبعا على قد الشوق وأسمر ياسمراني طبعا بقى. يعني انت لما تسمعي أسمر ياسمراني كمان بصوت كمال الطويل لا ده طعم تاني خالص كمان. طبعا طعم الملحن بقى. امال ايه كمان. طب بس انا عايزه اوصل عند السفيني مرة، لان هي يعني كانت ممكن تقضي على عندليب وبعد كده بقت نقطة نجاح. أيوة. ودي حاجة غريبة جدا يعني. في سنة أعتقد 52 غناها لم ينجح. وفي 53 غناها نجحت. أيوة. صحيح. في عيد التحرير، تحرير ثورة 52 نجحت نجاح ساحق في حديقة الأندلس. حقيقي. وبعدها جت على قد الشوق. وبعدها جت على قد الشوق. صفيني مرة بالمناسبة اتعملت بالصدفة يعني. الموجي كان يعني خارج من قصة حب. فالشاعر سمير محبوب عنده الكلام صفيني مرة وجفيني مرة، فعجبت الموجي قوي. وسمع عبد الحليم بالصدفة في الراديو وهو بيغني لقاء. فقال لك الأغنية دي تليق على الصوت ده. يعني الصوت ده لازم يغني صفيني مرة. وكانت تجربة. هو الحقيقة الجمهور كان متعود طبعا على، عارفة، مشايخ الغنى الفترة ما قبل عبد الحليم، مشايخ الغنى بقى. يعني كان عندنا شكل الموسيقى في الوقت ده أو قبل عبد الحليم، الموسيقى الطويلة، الجملة الطويلة، الرتم اللي قاعد. صحيح. كده عبد الحليم الناس ما يعني ما فهمتوش في الأول في صفيني مرة إيه ده. بالمناسبة عايزة أذكر هنا كمان الفنانة تحية كاريوكا، لأنه في الموقف ده تحية كاريوكا أصرت أن عبد الحليم يكمل. طبعا كانت تحية كاريوكا وكان طبعا مدير المسرح قال له لا خلاص وبتاع، فقالت له لا يعني هو لو ما غناش أنا مش هطلع. تحية كاريوكا وأمانت بعبد الحليم وكان لسه في البداية. بالظبط. زي ليلى مراد. ليلى تخنوه أصلا غنوة ليلى مراد. تخنوه غنوة ليلى مراد، وإسماعيل حبروك كاتبها وبليغ وكده، وكانت المفروض إن هي هتغنيها في الإذاعة. كانت في الوقت ده بقى ليلى مراد بتغني بس بتسجل في الإذاعة. فبليغ استسمحها، قال لها عبد الحليم لسه في البداية واللحن، وقالت له طبعا طبعا بس احنا كان الغريب انه عبد الحليم كان مش بس محبوب في الجمهور، في سر حتى في الوسط الفني. علشان شبهنا يا شفكي. هو تركيبه الولد اللي من الريف المصري، ملامحه مش صعبه عليكي يعني. انت بتشوفيه طول الوقت في الشارع وانت ماشيه. تركيبه اليوتم مع الحزن مع الحرمان عملت ابداع من نوع خاص. عملت عنده كمان احساس يعني. الناس كانت بتحب حليم في كل الحاجات يعني. مثلا عايزه اقول لك، احنا مثلا دلوقتي بنشوف دي حفله من حفلات حليم وهو بيغني. أنا بس عايزة الحقيقة استغربت، حليم مشوار يعني، عمل مشوار مع الموجي طبعا. عمل مشوار مع بليغ. وعمل مشوار مع عبد الوهاب. حليم كان مختلف في الثلاثة. هو ده الذكاء. إمتى أشتغل مع مين؟ ده ذكاء في إدارة الموهبة. حالا أشتغل مع الموجي، حالا بليغ حمدي وأمل مصر في الموسيقى اللي زعل فيها محمد الموجي. حالا أشتغل مع عبد الوهاب. هو عنده القياس يعني، هو ذكاؤه إمتى أعمل ثنائي وأتكلم إمتى وأذيع إزاي وأعرض إزاي وأعلن إزاي. طب علاقة عبد الحليم بالنجوم علاقة كده مشدودة، علاقته بأم كلثوم، علاقته بفريد، وشفنا حاجات كتير ما بين عبد الحليم وفريد. كله بصي الزمن كان عامل إزاي. صحيح. يعني بصي أنا بكلمك على عبد الحليم، طب تعالي نطلع عبد الحليم بره ونشوف الصوره او الخريطه الغنائيه كان فيها مين. انت بتتكلمي على السيده ام كلثوم، عبد الوهاب، اسماء بقى مش هتكلم على ما قبل كمان طبعا، وفي الوقت فريد الاطرش. في نفس الوقت دخلت شاديه، نجاة، فايزه، يعني في سخن. هو العصر ده
يعني انا بس بسميه رينيسانس، يعني ده عصر النهضه الحقيقه. يعني حتى في مجال الادب لو روحتي برضو بقى سبتي مجال الموسيقى وبصيتي للادب، انت عندك كميه كتاب، عندك كميه ملحنين شعراء سيناريستات مخرجين، في كانت في حلقه في نهضه، يعني الستينات دي كان فيها نهضه ثقافيه الحقيقه عظيمه، وانا حاسه ان احنا بنستعيدها كمان دلوقتي. بصي هو شيء طبيعي لما تكون عندك دوله والدوله دي كانت يعني في استعمار وبعدين عادت لاهلها، ده شيء طبيعي طبعا، انه كل الفنون تعبر عن طبعاً خلاص بلدي وهويتي طبعاً وغنايه. طيب هرجع تاني لحليم، الاغاني القصيره اللي كان بيغنيها حليم في الافلام، هل بتشوفي ان هي عملت ترند وقتها؟ يعني بالحداثه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اقدر اقول انه حليم عمل ترند في الستينات، عمل ترند فيلم من بدايه الخمسينيات، لانه حليم قدم، انت عارفه ساعات تخشي على الاونلاين كده يقول لك ايه حالات واتساب، هو عمل رصد كل المواقف اللي ممكن يعيشها بني آدم في قصة حب سواء ولد أو بنت. صحيح. فبالتالي فكريني كده. طيب كله يعني حلو وكذاب. يعني اكيد في ولد خد بومبا هي دي هي فرحه الدنيا توبه حلوه. اي بصي اي حلوة موقف ودلع الست قوي اهواك. اهواك يعني انا طول الوقت حتى في برنامجي قد المقام على راديو 90 90 اقول عبد الحليم عمل اناشيد قوميه للمصريين. نجح يرفع ايده، مين عندنا في ما بينجح ما بيجيبش الغنوه دي؟ انا على فكره كنت مشغلاها لبنتي، وبنتي طبعا جيل تاني بصي لي كده تقولي اغنيه جميله، قلت لها جميله نجح يرفع ايده اصلا وحياه قلبي وافراحه طبعا. عقبالك يوم ميلادك، لو حبيتي هتسمعي اهواك. لو زعلانه ومختلط عليكي المشاعر هتسمعي موعود. يعني ولا فاتت جنبنا ولا حاولت تفتكرني يعني ولا يعني هو الحقيقه كان عنده اخلاص شديد في المنتج. الحقيقه عبد الحليم طالب في معهد الموسيقى العربيه، عمل فيلم شارع الحب، وليه اخذ آله الابوة في الفيلم؟ يعني ده كان احساس انه عايز يقول لجمهوره انا كمان عازف وبحب الاله، ولا هي حبكه دراميه؟ لا ما اعتقدش انها حبكه دراميه، على قد ما كان عبد الحليم قاصد يعمل رحله صعود. يعني انت طبعا انت لما بتتفرجي على بعض افلام عبد الحليم بتعيشي معاه رحله الصعود، فده بيعمل لك انت هو ملهم، هو شخص ملهم حتى سينمائيا. انت تقولي الله بصي كان في الشارع وزينات صدقي بتعمل وفرقه حسب الله بيعملوا ازاي ووصل لعمل ايه يعني، فهو طول الوقت ملهم للي بيتفرج عليه او اللي بيسمعه، فعشان كده هو موجود، هو طول الوقت بيديكي امل وبيديكي طاقه. حتى الاغاني الحزينه اللي عملها بعد كده اللي كانت ماشيه مع المه، لا يعني في يوم في شهر في سنه لما بدا يتعب. طيب يعني الحقيقه الصوره واحنا بنشوف يعني مش عايزه اقول وداع حليم، انا عايزه دايما افتكر اغاني حليم، فعايزه مثلا افتكر معاكي حليم مراحل، زي ما قلنا الاغنيه القصيره رغم ان هو كان عايش في زمن الاغنيه الطويله، بس دخل عمل الاغاني القصيره اللي غزت كمان الافلام الحلوه دي. صحيح. بعدها بدا في اعياد الربيع اللي بتشابه ايامنا وايام رحيله. يعني حليم كان يحيي الربيع وودعنا في الربيع. صحيح. يعني في ايام الربيع. احلى ما غنى، يعني رساله من تحت الماء، حاول تفتكرني، قارئه الفنجان، كل طبعًا الاغاني اللي تغنت دي على المسرح، وكانت اغاني طويله، وكانت عوده تاني لحليم انه يقدم الاغاني الطويله. طبعا. لا وعايزه اقول لك ان عبد الحليم غنى القصيده القصيره لا تلومني، يعني دي ده اعجاز لحني لكمال الطويل، لا تلومني انت بتعملي قصيده مدتها 3 دقائق بالشكل الموسيقي ده ونجحت نجاح رهيب. وبعدين ما تنسيش برضو يا شفكي شعبيات عبد الحليم بقى في الستينيات، وهنا يقع ذكاء عبد الحليم، اول ما رشدي عمل عدويه والعزب قال لك لا تعالوا انا فين، هاتوا على حسب وداد قلبي يا ابوي هاتوا التوبه، فهو كان مواكب وشاطر قوي وذكي قوي ان هو يقرخ على كل شكل موسيقي او شكل غنائي ويبقى هو في ترند بلغه دلوقتي. يعني انا بقول طول الوقت لو كان في سوشيال ميديا وقت عبد الحليم طبعا، يعني
هو مش محتاج على السوشيال ميديا. طب انا عايزه اكلمك عن لما وقت اغنيه وانا كل ما اقول التوبه يا ابوي. طبعا الشاعر الكبير الخال الابنودي وعبد الحليم يدخل كمان المنطقه دي طبعا، شعبيه والجو كده اللي فيه الصعيدي طبعًا. وقد ايه اخذ يعني، شوفي حتى التقرير كمان لما راح الخليج، يعني شوفي تنوع حليم. ده كان في الكويت. في الكويت اه طبعا هلأ. اه طبعا. لا عبد الحليم ذكائه في انه يعرف زي ما قلت لك يا شفكي يغني ايه امتى. انا دلوقتي زي ما قلت لك من شويه رشدي طالع بعدويه اتجنن، غيرة فنان كلنا بنغير من بقى طبعا غيرة طبيعية جدا. فاللي هو لا انا لازم اعمل شعبي انا كمان، تعالى يا بليغ اعمل لي ده، تعالى يا ابنودي اعمل لي ده، تعالى يا محمد يا حمزه اعمل لي كذا. فلا انا اواكب طول الوقت، انا افضل ماشي مع الشكل. عبد الحليم كمان كان ذكي في طريقه عرضه الغنوه الجايه هتبقى ازاي. يعني ازاي بقى مفيش سوشيال ميديا، هو يدوب الصحافه والراديو والتلفزيون. كان افتكر ان انا اتفرجت مره على حلقه الاستاذ سمير صبري ربنا يشفيه النادي الدولي طبعا، جاب نيلي في الحلقه، وبعدين فجاه طلب يشرب قهوه، كان هيعمل هو المفروض قارئة الفنجان. فسمير صبري استغرب، بصي طريقة الإعلان شوفي الذكاء. فجاب السوشيال ميديا بتاعت زمان وقام قايل نيلي اقري لي الفنجان. فقالت له اقرا لك، وموجودة الحلقة على اليوتيوب الناس تشوفها، جميلة قوي الحقيقة. ومن هنا قال لها طب انا بقى هقرا الفنجان في قصيدة لنزار قباني وألحان الموجي، وأعلن عن قصيدة قارئة الفنجان في النادي الدولي. فشوفي اللي هو ازاي بيتعامل، بقول لك إدارة الموهبة ازاي حتى يعلن عن الغنوة اللي جاي. كان بيقال ان قبل وفاة حليم هيغني حاجة مع هاني شنودة، وهاني شنودة كان معروف بالريتم السريع الحلو يعني. تفتكري كان هيعود لأغاني من نوع تاني وقتها حليم؟ ليه لا؟ هو طبعا زي ما قلت لك هو مواكب لكل الحاجات وبيسمع كل الحاجات، وطول الوقت حتى بيستعين بعازفين كانوا جداد يعني. لما جاب الاستاذ مجدي الحسيني، لما جاب الاستاذ عمر خرشد جيتار في الفرقه المسيه، لما جاب الاستاذ هاني مهنا، ما كل دول عازفين جداد. هو كمان كان بيضم، هو طبعا احمد، هو الاستاذ احمد فؤاد حسن الله يرحمه طبعا، زملاء من ايام معهد رمسيس بقى. فاللي هو لا طب نجيب ده نسمعه، طب ندخل لا وكان جيتار. بيغير الالات زي ما دخل عمر خرشد طبعًا. زي ما دخل مجدي الحسيني، كان وقتها في نوع من انواع التطوير يعني على 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 الشكل المعتاد لفرقه موسيقيه. هو كمان كان بيتدخل بنفسه يعني في بروفه قارئه الفنجان، انت عارف كان بيعمل بروفات في بيته طبعًا. في الزمالك طبعا. فبروفه قارئه الفنجان انت هتسمعي موجوده يعني، انا ساعات طبعا كتير في البرنامج عندي بشغلها. هو بيقود مع احمد فؤاد حسن المزيكا، فالجزء بتاع والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا، فالكمانجات بتعزف تا 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 تا، فقال لك لا يا فؤاد انكش لي هنا النوته، انكش لي المزيكا، احنا بنقول والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا فتا تا تا، يعني الكمانجات تنكش المزيكا. هو نفسه. أنا هستأذنك بس يا بسنت، إحنا هنكمل الكلام ده لأنه كلام مهم، بس عندنا برضو خبر خلينا نقوله. برعاية مصرية اجتمع ممثل الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية في القاهرة تحت شعار القوة في الوحدة، وذلك استكمالا لجولات الحوار المستمرة بين الأحزاب والفصائل الاتحادية في الخرطوم. ووقع ممثل الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية على وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية، مزيد ستجدونه في التقرير التالي. على أرض مصر التأم شمل الأشقاء في السودان على طاولة اجتماع ممثلي الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية. الاجتماع الذي جاء برعاية مصرية وافتتحه السيد محمد عثمان المرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. والله الموفق وهو المستعان. أسأل الله التوفيق والسداد. 11 بندا تضمنتها وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية التي وقعها المجتمعون بالقاهرة الذين ثمنوا دور مصر ورعايتها للمؤتمر. ونحن أكثر سعادة أن يشرف هذه الحضرة ويباركها سيادة مولانا السيد محمد عثمان المرقني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
ونحن سعداء أيضا أن يشرف هذا الحضور وهذا اليوم المبارك الأشقاء الأعزاء في جمهورية مصر الشقيقة. نشكر شكر كبير ونغدر الدور الكبير للأشقاء في جمهورية مصر العربية على رعاية الوحدة الاتحادية، على إمساكهم بمستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يرون فيه المستقبل الأمثل للسودان. كما اتفقت الأحزاب على أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا بالتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في المشهد السوداني لتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلاد، مؤكدين أن مصر ستظل دوما داعمة للسودان ومساندة له في كل وقت وحين. نلبي طموحات جماهيرنا العريضة ونلبي طموحات الذين يقفون مع السودان مساندين، وعلى رأسهم مصر العظيمة، لهم الشكر الجزيل على ذلك. وشدد المشاركون على أن مصر تمثل العمق السوداني على مدار التاريخ، موجهين التحية لمصر قيادة وشعبا. هذا المؤتمر الذي يجي ما أشبه الليلة بالبارحة يجيء مواصلا للوحدة الاتحادية التي تمت في جمهورية مصر العربية، مصر الشقيقة، مصر التي ظلت دوما وعلى الدوام هي تمثل العمق السوداني تاريخا وأصلا وفعلا وقولا وسندا. نحن في هذه السانحة نحيي مصر قيادة وشعبا وحكومة، ونؤكد بأن الوحدة التنسيقية أو التنسيق من أجل الوحدة الاتحادية ماضون فيه بصدق ورؤية وطنية تحقق الأمن والأمان من خلال الثورات السودانية ومن خلال ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها الذين ارتوت بهم الأرض. فإن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى قادما من خلال هذا الإعلان الذي يؤكد تنسيق الأحزاب الاتحادية على العمل المشترك. القوة في الوحدة شعار ظلل أرض الكنانة التي فتحت ذراعيها للأشقاء في السودان، وذلك لتحقيق التوافق المنشود بين مكونات هذا البلد الشقيق لتلبية طموحات شعبه وتحقيق أحلام أبنائه. رجعنا نكمل معاكم لقائنا في التاسعة، ضيفتي الإذاعية بسنت بك مذيعة راديو 90 90، وما زلنا بنتكلم عن العندليب، لأنه بسنت زي ما قلت في برنامجها دايما باحثة وراء الموسيقى وما فيها وما عليها من مقامات برامجي كل ما تقدمينه. طيب عايز ارجع تاني سريعا الوقت، انت عارفه بقى طبعاً. انت ست بتاعه المهنه وعارفه الوقت طبعا، لانه حليم الكلام عليه حاجات كتير. حليم لما غنى قصائد طبعا يعني طبعاً. والجمهور متعود عنه ده الراجل اللذيذ اللي بيغني هي دي هي فرحه الدنيا والحلوه، ثم يغني حاول تفتكرني طبعا اشتقت اليك. انت كمان كنت بتخضي ان انت كنت بتلاقي الرجل المواطن العادي يقول لك اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، بيتكلم لغه عربيه فصحى. ما انت النهارده لما يبقى ام كلثوم عندك وعبد الحليم لو كنت عز عليك فخذ بيدي، طيب اهو خلاص تلاقي الناس تغني لو كنت عز عليك فخذ بيدي. وانت تيجي النهارده تقول اليوم العالمي للغه العربيه، طب اللغه العربيه حصل لها انحسار ليه؟ ما هو برضو المنتج الفني يا شفكي بيأثر على المواطن العادي اللي ماشي في الشارع. فالمواطن اللي ماشي في الشارع زي اغنيه سيدة ام كلثوم يعني وقف الخلق ينظرون كيف ابني قواعد المجد وحدي، هتلاقي المصريين بيغنوها عادي جدا وبالتشكيل عادي جدا. انت النهارده في الهولوجرام لما بيتعمل لام كلثوم والعبد الحليم وهم بس الاثنين اللي بيتعمل لهم دي، انت ما بتلاقيش تذكار صح يعني. انت راحه، انت متخيله، انت راحه عارفه ان انت راحه شايفه عبد الحليم، هو مش عبد الحليم ولا حاجه ولا هي ام كلثوم ولا أيوة حاجه، بس انت رايحه للزمن وللاغنيه والرقي واللغه طبعا الكلمه اللحن الزمن كله كان شكله عامل كده، فانت راحه ترتقي بروحك. أبي فوق الشجرة، أبي فوق الشجرة طبعا. كان فيلم عظيم قوي يعني كمان كمية الغنى وكمية الألحان، كفاية بس مشهد البلاج بتاع المحاكمة، محاكمة مصيف، انت عارفة محاكمة
انت عارفه يا شفقي انه الاستاذ حسين كمال طلب من عبد الحليم حافظ، ما هو الواحد برضو كنت مره برضو عملت حلقه عن عبد الحليم عن المعاناه، انت بتشوفي الصوره بس للمشهور لكن ما بتبقيش عارفه اللي ورا ايه. فحسين كمال قال له مش معقول انتوا شباب وعلى البلاج وكده وهتلبس يعني بلوزه او قميص او كده، فقال له طب الجروح انا متقطع يعني مش هينفع يعني عشان عايزه يبقى كانه رياضي وعلى بحره. فيعني وزعل عبد الحليم في الوقت ده، لكن خلاص حسين كمال اضطر ان هو يغطي طبعا لان كميه العمليات اللي عملها عبد الحليم في المنطقه دي. وشوفي هو قد ايه كانسان متعذب بس بينقل الفرحه والبسمه طبعا. انا عشان الوقت خلاص اخر حاجه هندخل انا وانتي بيت العندليب، واحنا دخلناه سوا الحقيقه الحمد يعني لله. يعني كان في عمل بيجمعنا، والغريب ان احنا دخلناه بعد سنين طويله، احنا جيل يعني ما حبيناش على العندليب ولا عشنا الزمن الحقيقي. احنا الزمن التاني. لا انا عايز اقول لك حاجه بقى، انا حبيت عبد الحليم في بدايه مراهقتي وهو متوفي. طبعا. فماما تقول لي انت بتحبي عبد الحليم ده ميت، طب حبي حد صح. اقول لها لا الفنان ما بيموتش يا ماما، فانت بصي الاثر يعني طبعاً. يعني فعايزه اقول لك لما يعني هذا البيت اللي حتى فيه روح العندليب حقيقي، كل التفاصيل موجوده زي ما هي، قشعريره كده انك اتيتي ولم تجدي يعني. والله انا كم مره رحت، يمكن المره اللي رحنا فيها ورحت بعد كده كمان طلعت راديو من هناك. بالعكس انا بحس ان عبد الحليم موجود في كل تفصيله يعني من حقيقي. اول الاسانسير حتى ما بسال الامن عبد الحليم يقول لك الدور السابع الشقه اللي على الشمال. أيوة. طول ما انت ماشيه وتشوفي الناس اللي كاتبين على الحيطان وحاجات كده. ايوه كاتبين جوابات زي اغنيه جواب اللي كان بيكتبها. فالحقيقه كل مشهد التفاصيل، مشهد الجنازه بسنت كمشهد لمطرب، مش بس مطرب حبيب المصريين لكن هو غزل شريط الوطنية للمصريين حقيقي. طبعا مشهد الجنازة طبعا انت ما تشوفي دي جنازة راجل أسطورة، دي أول حاجة. وبالمناسبة أنا شفتها أول مرة في زوجة رجل مهم. الفيلم طبعا الاستاذ محمد خان والاستاذ احمد زكي، وانت عارفه احمد زكي علاقته بعبد الحليم طبعا، وميرفت امين بقى كمان اللي كانت بطله معاه فابي فوق الشجره. بالظبط هي اللي بتحب على صوت عبد الحليم. وتشوفي وصور محمد خان ازاي الستات او بعض البنات رموا نفسهم انتحارا علشان عبد طبعًا الحليم. طبعا هو عمل يعني توازي ما بين شخص ميرفت امين اللي اكتشفها مع عبد الحليم والفيلم، فكان الحقيقه يعني. فطبعا جنازه انت ما تشوفيها دلوقتي تقولي ايه ده، يعني انت ايه كميه الناس دي. يعني بصي وما زال العندليب يغني قد المقام يعني الحقيقه يعني. قد هو قد المقام، هو المقام وقده. والله جدا يعني. والله بس انت، انا دايما ببقى سعيده بكل اللي بتقدميه، وخليكي دايما باحثه ومدققه، بتمتعينا بكل اللي بتقدميه، وانا انبسطت ان انت كنتي معانا جدا. كمان. نورتينا ونورتي التاسعه. ميرسي، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. رمضان كريم. رمضان كريم عليكي. سيظل العندليب يغني حتى لو توقف الزمن ووصلنا للذكرى 45، اقتربنا جدا من عمر العندليب اللي أبدع فيه مشوار طويل. سيظل العندليب يغني وسنظل نغني معه في كل عام. فصل قصير ونعود بعدها إلى الدراما، ابقوا معنا. الدراما المصرية في عصر السوشيال ميديا، كل واحد فينا بقى ناقد، وانتم اكيد متابعين الحكاية دي. مدام حضرتك معاك موبايل بتتفرج على المسلسلات، فطبيعي جدا الناس على طول بتقعد تعلق، فبقى يعني بيكتب على السوشيال ميديا او المتردد على السوشيال ميديا طول الوقت بقى هو كمان ناقد، حتى لو كان رأيك ده مش مستند لأي ثقافة فنية او معرفية. وبالتالي بقى موسم الدراما دايما بيبقى فيه كده سباق كبير بين النقاد السوشيال ميديا، وايضا ما بين النقاد اللي احنا عارفينهم يعني الدارسين ودارسين للنقد الفني ومن خلاله. خلال السنين اللي فاتت بقت يعني ايه اللي لفت انتباه صناع المحتوى والدراما، ان هم كمان ناس كتير بدأت تقدم ايه برامج على اليوتيوب، وفيها كمان الناس بدأت يحللوا ويطلع يتكلم عن المسلسل وعن الأبطال وعن الحبكة الدرامية وعن لو كانت المقدمة دي أو دي، وبالتالي يبدأوا يعملوا حاجة بقينا نسميها ترند، يعني تتكلم عن حاجات فالناس تشير على بعض فيبقى الكلام اللي اتكلموا عليه ده ترند. الحالة الجمهور دي، الجمهور كله تحول إلى سباق، مين الناقد ومين اللي بيكمل، وبعد عرض مثلا ده بيبدأ أحيانا
مع عرض البروموهات اللي هو التوقيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، يبدا كلام النقد مع البروموهات مع الافيش مع كل حاجه، كلام بدري جدا وحاجات كتير بتبدا تحصل طالما انت الناقد على السوشيال ميديا. في ضيفتي الان الناقده الفنيه الحقيقيه والكاتبه دعاء حلمي في التاسعه. اهلا بيكي يا دعاء. اهلا بيكي، انا متشرفه ان انا معاكي. اكيد ده الشرف ليا. ده اللي بيحصل، يعني احنا بقى عندنا نقاد عظام على السوشيال ميديا، يعني الناس بقت بتقول اللي هي عايزاه بطبيعتها زي ما هي شايفاه، احيانا بيرفع العمل واحيانا بيكون ظالم بعض الشيء. ده اكيد، لان حساباته الشخصيه برضو ممكن يبقى ليه حسابات شخصيه ما بيحبش النجم ده، فبالتالي يخسف حقه. شايف ان العمل ده ما كانش يروح في الاتجاه الكوميدي، كان شايف ان هو يكمل الفكره ما تحتملش كوميديا. بس هي الفكره كلها ان مين اللي بيثق في راي الجمهور؟ ده في حد ذاته ان يبقى عينك على المصداقيه او عينك على ان انت سامعه صوت الجمهور وفي نفس الوقت شايفه العمل ده اتبذل فيه مجهود قد ايه، ما يتخسفش حقه. فهي دي الفرق اللي بيبقى عن الشخص اللي بيكتب بتلقائيه وبيكتب بمشاعره. طب انت كناقده ازاي بتقيسيها؟ يعني مسلسل بدا وبدا الكلام بتقيسيها، لان في حاجات برضو هقولها لك بصراحه، لو انا قاعده على الكنبه واقول اي حاجه اللي عاجبني واللي مش عاجبني، وامتى تحسي لا هنا لازم انتبه في اراء فعلا في الموضوع ده؟ بيبان لان الشخص نفسه اللي هو كاتب او الاكونت دوت، انت بتقدري تقييمك والله هو مش واقع افتراضي، انا مش مؤمنه صحيح. بكلمه ان هو واقع افتراضي، لا، الشخص الحيادي اللي فيه عنده موضوعيه اللي فيه عنده وجهه نظر بيبان، سواء كان الموضوع حتى بسيط او كانت اغنيه او كان فيلم. لا، في ناس كتير انا بعتز بارائها وبسمع لها لان اكيد عندهم حق وبسمع رايهم كمان فيا. فده المهم مين الشخص اللي قال، يعني اللي هو البحث ورا 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 الحساب نفسه المقوله دي او الحكايه اللي كاتب ده بالظبط. طيب احيانا بيبقى الناس بقى في مود معين وبينجحوا حاجات معينه، قد يرى النقد نفسه بالشكل بقى الفني والعلمي والاكاديمي انها لا تستحق كل هذا. احيانا كتير بيحصل مسلسلات بيبقى فيها ضجه، انا ببقى الفضول بيدفعني وبيدفع غيري، وعشان كده في حاجات بقت في اكونتس معينه بيبقى مموله او بتبقى موجهه، فانت بقى تاخدي بالك ان لا انا هتفرج على العمل وانا الفيصل عندي انا. اذا كانت الضجه دي كلها فيك ولا لا هم عندهم حق في الضجه دي. المائده الرمضانيه بدات الدراميه والموضوعات متنوعه، الناس وقفت فين من البروموهات؟ طبعا طبعا كل الناس كانت في حاله انتظار وشغف، وانا عن نفسي حتى كتبت ده قلت يا جماعه البروموهات كلها شفناها انا مستنيه الاختيار. حاله التماس وحاله الانتظار وحاله عدم التوقع، الناس كلها الحقيقه هو ده اكتر برومو سمع مع ناس بدرين، هو مليون مشاهده في 6 ساعات تقريبا او 7 ساعات. اكيد. طيب خديني بقى لباقي الموضوعات الاجتماعيه. الميزه ان المائده الرمضانيه زي ما حضرتك بتقولي متنوعه جدا السنه دي، ودي الميزه الهايله. يعني احنا السنه اللي فاتت ما كانش عندنا حاجه عمل كوميدي نقدر نتكلم عنه اصلا. عندنا كوميدي كبير راجع، ده احنا 8 مسلسلات كوميدي رقم ضخم، فتقدري تقولي 8 مسلسلات كوميدي. المنشات العام الابرز السنه دي الكوميديا. لكن الاجتماعي نقدر نقول 4-5 مسلسلات، الشعبي 4-5 مسلسلات، المخابراتي او العسكري عندنا تقريبا 3 مسلسلات. فبالتالي انت لا الحقيقه في تنوع جداً. كبير. مين هيفاجئنا؟ والله انا حاسه او مين غير جلده؟ يسرى راجعه للكوميديا من الشابو اللي هي لابساه ده. بالظبط، فكره ان المزج ما بين الاجيال ده حاصل، زي ما حضرتك بتقولي يسرى مع مي كساب وغادة عادل، ففي توليفه هلا صدقي مع نيلي كريم، وبرده فادي عبد الغني هنا في مسلسل فاتن امل حربي، هتلاقي كمان الهام شاهين مع منى شلبي. يعني الحقيقه انا شايفه انه كمان يعني هاني سلامه في نضوج، يعني ملف سري واضح ان هاني سلامه داخله كمان مختلفه، لانه سسبنس اجتماعي. الحبكه دي لا مش موجوده، او التيمه دي مش موجوده في كل المسلسلات. هتلاقي دايما بيبقى فيه تيمه غالبه، لا ملف سري جذبني ان هو فيه سسبنس وفيه اجتماعي. فاعتقد خالد النبوي النبوي وكلام اجتماعي كوميدي بين راجعين يا هوا وعائدون، يعني الاثنين راجعين بس مش عارفين احنا هم راجعين فين. خالد النبوي الميزه ان هو تركيبه حلوه قوي، هي فكرتني شويه بفكره ابو العلا البشري او الشخص اللي راجع من سفر وبيشوف هل الحكايه. هل احنا محتاجين ابو العلا البشري؟ انا حاسه ان احنا محتاجين ابو العلا البشري. محتاجينه. وبالذات ان هو مش طالع، وده اللي بان من البرومو، ان هو مش طالع كامل 24 قيراط، لا في جوانب
مستخبيه كده، حسيتها من البرومو ومن تلميحاته ومن حاجته انه مش شخص ستريت قوي. فده اللي عمل لي حاله الانبهار دي وفكره الكوميديا اللي ممزوجه بالاجتماعي. فهو لا، السمه الغالبه السنه دي اجتماعي رايحين. عوده ميكي بقى الكبير، تحسي ريحه رمضان بتاعت زمان يعني. وبالذات مع التينيجرز ومع السن الصغير، لا مستنيينه ومستنيينه بشكل غريب، وانا ما كنتش متخيله كده. ناس كتير قعدوا يقولوا طب هو هنشوف ايه الجديد، وهو ده علامه الاستفهام بالنسبه لي وعلامه التعجب والانتظار، ان احمد مكي احنا رايحين لحته مختلفه ولا احنا ايه الاخبار، وبالذات ان دنيا سمير غانم مش موجوده. وجه جديد او رحمه حسن معايا. الدراما المصريه السنه دي يعني، الدراما المصريه 2022 اعتقد ان واتشت هتبقى رقم واحد. ده حقيقي في المشاهده. انا عن نفسي منتظراها، لان الحقيقه ان حصل الفتره اللي فاتت واتشت عملت انتاج متميز بمسلسل تحقيق، جذب كتير من القطاع الكبير من الشباب. كمان فكره ان هي تعرض كل المسلسلات وتبقى متاحه بفكره ما فيش اعلانات او ما فيش ضغط زي الاول، انا عن نفسي ما بتفرجش غير على واتشت. اخر خط كده لو بتكتبي، لو عملتي مقارنه سريعه بين ما تم انتاجه في العام الماضي من دراما والتوصيات اللي كتبوها وقالوها وما يعني سنشاهده في 2022، هل في تطور في شكل جديد؟ اعتقد ان في تطور، لان زي ما بنقول مش بس فكره التنوع ومش بس فكره ان نجوم مصر كلهم بيشتغلوا، انت فجاه بتلاقي اربعه مميزين نازلين الساحه، ليلى علوي ويسرى وهلا صدقي. ايوه كل الاجيال، كل الاجيال موجوده، كل الاجيال، توفيق عبد الحميد ورجوعه، المكالمه الهايله اللي حضرتك عملتيها وفرحه الناس بيه. لا احنا عندنا القوه الناعمه بتاعتنا، لا احنا كتير وغزيره ومختلفه، وهو ده اللي باين من التيمات المختلفه للمسلسلات يعني. فلا اعتقد الناس مستنيه مسلسلات كتير قوي يعني. طيب انا يعني 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 شايفه انه الكلمه الاخيره هتكون خلاص بعد ساعات قليله، بدايه الماراثون الرمضاني، وان شاء الله نتابع معاكي ونتابع مع السوشيال ميديا. هل انت متوقعه، اصل السوشيال ميديا كمان السنه دي اتغيرت، بقى في يوتيوبرز، انفلونسرز، تيك توك وغيرها، بقى الناس كلها بتتكلم، هل انت شايفه انه صناع الدراما مهم والمحتوى يبقوا بيشوفوا عين، خصوصا اللي بيعملوا المسلسلات على الهوا، يلحق يعمل حاجه ولا يمشي في خطه ملوش دعوه بالسوشيال ميديا؟ لا يكمل، الا اذا حصل بقى ايه ضجات كده يحاول يمتصها، فبنشوف ده ساعات بيحصل في بعض المسلسلات. بس لا هو يكمل، عشان قماشة الدراما اللي مكتوبة لا بناها ما ينفعش يتغير، لأن الجمهور برضو بمنتهى الذكاء بيقدر يفرق أن لا في حاجة اتغيرت أو في حاجة حصلت. فلا أعتقد أن في مسلسلات كتير هتعمل حالة تماس كده مع الجمهور، بالذات الاجتماعي زي ما قلنا يوتيرن، زي ما قلنا احلام سعيده. أيوة زي ما يعني شكلنا هنتفاجئ وهيبقى في حاجات كتير، اعتقد ان يبقى في مفاجات. الناقده الفنيه دعاء حلمي، انا سعدت بيكي وان شاء الله نكمل كلامنا في رمضان باذن الله يعني. أكيد. بوقت اكثر مع دراما مشوقه اكثر. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في التاسعه. ولكل مشاهدي التاسعه، يا رب ان شاء الله الساعات المقبله تحمل الينا رؤيه الهلال باذن الله، وساعتها لا نملك غير ان احنا نقول كل سنه وانتم طيبين. دي كانت اخر حلقه قبل رمضان، التقي معكم في الشهر الكريم باذن الله الاربعاء والخميس، ويكون لنا لقاءات كثيره وندخل معاكم الى مائده رمضان بروحانياتها الحلوه وايضا باعمالنا الفنيه دايما الجميله. كل عام وانتم بالف خير.